مرحبا بكم جديد في شين يوتيوب متاعي اروى ريدز. ما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب وتكتبيو الكلوش باش كل ينهبط فيديو جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون. في الفيديو متاع اليوم باش نحكي لكم على تشالنج اي 2022. دونك انفان كملت تقريت الكتب اللي حطتهم باش نقراهم في التشالنج هذايا. دونك في الكاتيجوري الاولى لو بروميير رومان دان اوتور، انا قريت برشا كتب اول كتب مثلا قريت دو تاتوور باي جانوشيرو تانيزاكي اللي هو ان اكريفان جابوني، وعملت غران كايي نتاع اغوتا كريستوف اللي هو زاد حكيت عليه في الفيديو اللي فاتت اللي عملت على ليتي اون سيري. والكتاب هذايا في بارتي دو لا تريلوجي دي جومو، عجبني برشا الكتاب هذايا، وكانوا فيه دو جومو اللي هما يعيشوا، دونك هزتهم امهم باش يعيشوا بحدا ماماتهم في الحرب العالمية الثانية، ومش مش في بالها تحمي فيهم يعني من الحرب، وهي او كونترير ماتهم كانت تكرههم وتعاملهم بطريقه خايبه، ومش نتبعوهم توتالون دو سو رومون، مش نشوفوهم كيفاش باش ينجموا يتصرفوا باش ينجموا يعيشوا اكسيتيرا. دونك مزيان برشا الكتاب هذا. زادا الكاتيجوري الثانيه ان كلاسيك روس، دونك في الكاتيجوري هذيا قريت لو ني دو نيكولاي غوغول، زيد النوفيل هذيا. غوغول معروف اللي هو يكتب دي نوفيلا، وفي النوفيل هذيا دونك اتي تري اميزونت، ودونك تنحى الخشم نتاع البيرسوناج برينسيبال، وباش نتبعوه دونك طولون دو سو de cette nouvelle. Mais la catégorie celle-là, un roman historique. Surtout le dernier, qui est Assir le Portugalien de Mohsen Al-Wakili, qui est recherché لجائزة البوكر العربي، وعملت عليها فيديو البوكر العربي، وعملت زيد مراجعة للكتاب هذايا، تنخلي لكم الفيديو في البتي اي وفي البغدا انفو. دونك الكاتيجوري الرابعة ان رومان دون لو تيتر كومبورت لو نون دون فيل، اخترت لهنايا قريت ماكيت القاهرة لطارق امام. الكتاب هذايا عجبني برشا وعمل بوز كبيرة، دونك والعباد الكل كانت متوقعه فات اللي هو باش يربح البوكر العربي، مي الكتاب هذايا دونك يتجاوز حكايه الجوائز وكل. وشنو اخر عملت عليه ريفيو زاد الكتاب. سانكيم كاتيجوري ان رومان كي ا ايتي بريمي، دونك اخترت لهنا كيتشن دو بانانا يوشيموتو، ولا زيد مرشتكم بيه الكتاب هذايا، حكيت عليه في برشا فيديوهات منها الميور تا فيديو، وعملت عليه فيديو في الكاتيجوري اللي من بعد. دونك ان رومان افيك اون فام دونك بيرسوناج برينسيبال، قريت لهنا شانسون دوس دو ليلى سليماني. في الكتاب هذايا دونك سي اوريبل سو كون با دونك فوا في الكتاب بي سيتر اللي هي باش تقتل لي بيبي في اول حدث. دونك نبداو به الرواية متاعنا وبعد نتبعو دونك الكتاب شنو باش يصير وعلاش قتلتهم. Voilà, Leïla Slimani, elle a une plume donc magnifique. Ou, حتى كيف تسمعها تحكي في les interviews, c'est magnifique. Voilà, donc, في الكاتيجوري 7, un roman qui parle des romans. لهنايا قريت سومي دو هاروكي موراكامي. دونك البيرسوناج برينسيبال كانت تعاني من انسومني، وكانت تقرا ديما الكتاب المفضل عندها اللي هو انا كاريني.
دونك الكتاب لنا كي سيتي بليزيوغ فوا اللي هو أنا كارينين في الكاتيجوري 8 ان رومان بور ان اوتور ولا دان اوتور ايطاليان لنا قريت سيلك دالكساندرو باريكو دونك البيرسوناج برينسيبال باش يبدا يدور من بلاد لبلاد يلوج على دونك سوا على خاطر اكوز دون بانديمي ما عادش فما لي فيغ اسوا فوالا دونك شنو اخر الكتاب هذايا حكيت عليه في المير بوك تاك زادا نخليهولكم تشوفوها بتيتر تكون بلو ديتايي الريفيو اللي عملتها غادي الكاتيجوري 9 ان رومان انسبيري دي في ريال قريت وات اي توك اباوت وين اي توك اباوت رانينغ دو هاروكي موراكامي اللي هي اوتوبايوغرافي وكيف فيها هاروكي موراكامي كيفاش ولا يكتب كيفاش عاونو سبور وعاونتو الموزيك دونك في الكتيبة نتاعو عجبني برشا الكتاب هذايا وديما ننصح بيه في الكاتيجوري 10 باش نحكي 10 ان رومون ادابتي او سينما لنا قريت بيفور ذا كوفي جيتس كولد دو تحكي على دي بيرسوناج اللي باش يمشيو للباسي باش يحاولوا يبدلوا الواقع نتاعهم اون كيلكو سورت وباش نشوفوا دونك شنو باش يحاولوا يبدلوا بالضبط وشنو اخر ولازمهم يرجعوا للبريزون قبل ما تبرد القهوه نتاعهم دونك هذاك منين جاي التيتر نتاع الكتاب وتفرجت زادا في الادابتاسيون سينيماتوغرافيك اللي هي كافي فونيكولي فونيكولا وعجبتني برشا وسيتي ليدي نتاع الكتاب سيتي اوريجينال دونك في الكاتيجوري 11 ان رومان دو بلو دو 500 باج دونك لنا دونك نجم نحطو ماكيت القاهرة دو طارق إيمان في الكاتيجوري 12 ان رومان بوبلي ان 2022 زادا لنا فما برشا فما دونك نجم نقولو مثلا فما سلسلة عهد القراصنة متاع مالك بن عز الدين في رواية الجيدة التونسية زاد عملت عليهم دي ريفو فما زاد القتل المبتدئين لأحمد مراد اللي هو حكى فيه على تجربته متاع الكتابة وعطانا دي زاستيوز ديزون كيفاش نجمو نكتبو كانوا هذوما لي دوز les 12 conditions donc le challenge نتاع Eve 2022 وانا فرحانه اللي نجمت نكمل الديفي قبل الفان داني شنو اخر ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع اليوم وما تنسيوش باش تشوفوا المراجعات نتاع الكتب اللي حكيت عليهم في الفيديو طب خليهمكم في البغدا فوق في البيتي اي اون برانسيب باش تشوفوهم كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش باش تحطوا بوس بلو كيكه باش تشجعوني باش نعمل فيديوهات اكثر وما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب للشين وتكتبيو الكلوش باش كل وين هابط فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون وتتبعوني في انستغرام فوالا كانت هذه فيديو اليوم ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديده وباي باي.